تابع نحو 2000 سائح ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترا حتى قدس الأقداس لمدة 20 دقيقة. وهذه الظاهرة تحدث مرتين خلال العام، الأولى في 22 من أكتوبر احتفالا ببدء موسم الحصاد، والثانية في 22 من فبراير احتفالا بموسم الفيضان والزراعة. تم إلغاء جميع فعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس بسبب الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة وتضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين.